السلام عليكم. رح نحكي اليوم عن واحدة من أفضل الجامعات الخاصة في رومانيا. أسعار الدراسة فيها مقبولة، معترف فيها بأوروبا وأغلب البلدان العربية، وبتحوي كتير صفات ممتازة بتخليها وجهة مناسبة لطلابنا العرب. قبل ما نبلش، ضرب زر اللايك لأنه هذا الشيء فعلا بيساعد بنشر المحتوى، واشترك بالقناة لو مهتم بالدراسة بالخارج والمناح الدراسية. معكم غيث من خوارزمي الأكاديمي، خطوتك الأولى للدراسة بالخارج، ويلا نبلش. الجامعة الأمريكية في رومانيا هي جامعة خاصة تأسست عام 1991، بتدرس باللغتين الإنجليزية والرومانية، وبتحوي الجامعة 3000 طالب فقط، فهي بتعتبر بيئة مثالية للتدريس بأعداد قليلة من الطلاب. والجامعة تحوي نسبة كبيرة من الطلاب الدوليين، حوالي 80% من طلابها هن طلاب غير رومانية، وبيناتهم نسبة جيدة من الطلاب العرب، أكثر شيء من مصر والإمارات، وطبعا تحوي نسبة من الطلاب الأوروبيين ومن أمريكا. وبتدرس الجامعة بالنظام الأمريكي أو بنظام GPA. في اختلافات كبيرة عن النظام اللي عادة بدرس ببلادنا العربية، مثل أنه بهذا النظام عدد كبير من المواد بتكون اختيارية، الطالب بيختار مادة بدال مادة ثانية، ودائما بيكون في فصل صيفي ثالث ليعوض الطالب المواد اللي حملها أو اللي ما نجح فيها. لو بتعرف اكثر عن نظام الجي بي اي سوينا فيديو مفصل عنه، فيك تشوفه، رابط تلاقيه موجود بالوصف. والجامعة الامريكية متطورة، تحوي كتير مخابر وقاعات حديثة، بالاضافة لملاعب، مطاعم وكافتيريا، وحرم الجامعي كبير اللي هو عبارة عن حديقة كتير جميلة. وبالنسبة للغة الدراسة، فلو حابب الطالب انه يدرس باللغة الانجليزية لازم يقدم شهادة دولية لانه هو متقن للغة الانجليزية، مثل شهادة الايلس او التوفل. ممكن يستغني عن هي الشهادة بانه يقدم ورقة انه هو دارس بمدرسة دولية من قبل بتدرس باللغة الانجليزية، فهذا شيء بيغنيه عن شهادة الايلس او التوفل. طيب لو كان طالب ما معه اي شهادة لغة انجليزية معترف فيها، شو الحل؟ بهي الحالة الجامعة بتساوي مقابلة معه على الانترنت، بيعملوا له اختبار ليتأكدوا انه هو متقن للغة الانجليزية. لو نجح بهذا الاختبار بيكمل دراسة بالجامعة بشكل عادي باللغة الانجليزية. طيب لو الطالب ما بيحكي انجليزي نهائيا او حابب انه يدرس باللغه الرومانيه وما بيعرف روماني، شو هو الحل؟ الحل انه في سنه تحضيريه بتقدمها الجامعه، تكلفتها 2900 دولار تقريبا، بيدرس فيها الطالب داخل الجامعه لمده سنه كامله لغه، بيتقن فيها اللغه وبيصير جاهز انه يبلش دراسه بعدها بشكل مباشر. التخصصات اللي بتقدمها الجامعه بالنسبه للبكالوريوس هي الاقتصاد الدولي، هندسه الحاسوب، هندسه البرمجه، هي باللغه الانجليزيه التخصصين. اما باللغه الرومانيه فعندنا محاسبه وتسويق، اقتصاد بنوك، الاقتصاد السياحي، علاج طبيعي والرياضي، بالاضافه لكليه الحقوق والدراسه لهي الاختصاصات كلياتها مدتها 3 سنين فقط، ما عدا كليه الحقوق اللي الدراسه فيها بيكون 4 سنوات. وبالنسبه للماستر فالدراسه هي سنتين، والاختصاصات المتاحه هي بالانجليزي عندنا اقتصاد دولي ورياده اعمال، اقتصاد دولي وعلاقات دبلوماسية اقتصادية، هندسة حاسوب اقتصادي، وهو تخصص ممتاز جدا. خليني احكي لكم عنه شوي قبل ما نكمل. الاقتصاد بالعصر الحديث صار يعتمد اكثر واكثر على الكمبيوتر والحسابات والبرامج يلي بتفيدهم تحليل البيانات وتوقع حركة السوق والاسهم وغيرها. فهي الاختصاص بيعطي الطالب فكرة عميقة عن الاقتصاد والخفايا تبعه، بالاضافة لامكانيته انه يبرمج اي برنامج وانه يعدله ويتعامل معه مشان يستفيد منه بالفوائد الاقتصادية. وهو تخصص نادر ببلادنا ولكنه مهم جدا، وممكن لو الشخص توظف بالشركة المناسبة يحصل على راتب من اعلى الرواتب بالسوق. طيب نرجع للاختصاصات، عنا استراتيجية التسويق، التسويق الالكتروني، ادارة التسويق السياحي، هي كلها باللغة الانجليزية. اما باللغة الرومانية بالنسبة للماستر فعنا نفس التخصصات اللي ذكرناها كلها باللغة الانجليزية موجودة نفسها باللغة الرومانية، بالاضافة لتخصص تاني اللي هو علم الجرائم اللي له علاقة بالدلائل الجنائية والطب الشرعي وغيره. واسعار الدراسة بالجامعة الأمريكية هي موحدة لكل التخصصات. بالنسبة للبكالوريوس عنا الدراسة هي ب 3400 دولار كل سنة، أما الماستر فسعره أكثر ب 200 دولار، 3600 دولار سنويا. وهلا بننتقل لشروط التسجيل. أول شيء ما في شرط تسجيل للعمر، طالب بأي عمر فيه أنه يقدم. والمعدل المطلوب للدراسة بالجامعة الأمريكية هو كمان منخفض 53% فقط من معدل الشهادة الثانوية، وهذا حال أغلب الجامعات الخاصة تقريبا. ولكن نصيحة، كل طالب يدخل الاختصاص اللي بيكون مناسب لقدراته، تجنبا انه يضيع فلوسه او يضيع وقته لا سمح الله. فلو كنت فايت تخصص صعب، تاكد انه يكون عندك القدره والجهد انه تنجح بهذا التخصص ان شاء الله وتنتقل للمراحل اللي بعده، وتاكد انه لو كنت مدرس ناجح احسن ما تكون طبيب فاشل لا سمح الله. طيب هي كانت الشروط.
للتقديم فالورق اللي بتحتاجها أولاً صورة جواز السفر، صورة للشهادة الثانوية مترجمة ومصدقة من الخارجية اللي موجودة ببلدها، صورة شخصية بخلفية بيضاء بمقاس 3x5 سم، وطبعا شهادة لغة انجليزية لو كانت موجودة، واخيرا رسوم تقديم 100 يورو بتندفع عن طريق الانترنت عن طريق حساب بنكي، ولو ما عندك حساب بنكي فيك لو قدمت عن طريقنا انه نحن نتكفل بهذا الموضوع. وبعدها ان شاء الله بنحصل على القبول، ولازم الطالب بعد ما يحصل على القبول من الجامعة انه يدفع قسط السنة الأولى خلال 5 أيام، وبعدها بيقدم للسفارة وبيحصل على الفيزا بفترة قصيرة بإذن الله. التقديم على الجامعة بيفتح بآخر شهر 3 وبيستمر لشهر 7 تقريبا، وفي خصم مهم بتقدمه الجامعة بقيمة 700 يورو للطلاب اللي بيقدموا بأول شهر من التسجيل، فبتصير التكلفة بالنسبة للبكالوريوس 2700 بدل 3400، وبالنسبة للماستر 2900 بدل 3600 يورو سنويا، وبالإضافة لخصم تاني 1000 يورو سنويا للطلاب المتفوقين، فأحسن 10% من كل دفعة بيحصلوا على خصم 1000 يورو من قسطهم. بهالحالة البكالوريوس 2400 والماستر 2600 بدل 3600. وهلا خلينا نحكي شوي على تكاليف المعيشة. تكاليف المعيشة برومانيا بتعتبر منخفضة إذا ما قارناها ببقية دول أوروبا، تقريباً 350 يورو ل 450 يورو شهرياً، بيكون السكن والإقامة تكلفته 100 ل 200 يورو بحسب كمان الطالب، الوجبات حوالي 100 يورو، وعندك مواصلات حوالي 20 يورو فقط شهرياً، بالإضافة لكتب تحتاجها للجامعة 300 ل 400 يورو خلال السنة. وطبعا الجامعة بتأمن سكن جامعي مميز فيك تسأل عنه لو حبيت تسجل بهي الجامعة، ولو الطالب حب انه يشتغل ليغطي جزء من هي التكاليف او كلها فالجامعة بتسمح له بعمل بيصل ل 20 ساعة بالاسبوع ليغطي تكاليفه، هي بالنسبة لوقت الدوام. اما بالعطلة الصيفية ففي انه يشتغل بدوام كامل على الاغلب. وهي كانت كل المعلومات اللي عنا عن الجامعة الامريكية في رومانيا. برأيي انه هي جامعة ممتازة جدا، يعني هي من أفضل الخيارات لو كنت تدرس برومانيا. سعر الدراسة فيها كتير ممتاز، عندك كتير خصومات وشغلات فيك أنه توفر فيها، مستواها التعليمي جيد جدا متطور، بالإضافة أنه الدراسة باللغة الإنجليزية مو مضطر الطالب أنه يتعلم لغة جديدة عليه كليا. وبس نقول لغة إنجليزية فهي لغة إنجليزية فعليا، مو لكنة غريبة هندية أو غيرها، لأنه أغلب الأساتذة بيكونوا متحدثين لغة إنجليزية أصليين من أمريكا وبريطانيا وغير بلدان. لو حبيت تسجل بالجامعة الأمريكية تواصل معنا عن طريق الرقم الموجود بصندوق الوصف، ولو عندك اي سؤال او استفسار كمان فيك تتواصل معي بشكل مباشر، رقمي بتلاقيه موجود بصندوق الوصف. وبالنهاية بتمنى لكم التوفيق جميعا، كان معكم غيث من الخوارزمي الاكاديمي للدراسة بالخارج. سلام.